مرحبا بكم في قناة أرض الخبر. حتى طائرة المنتخب في الساعات الأولى من فجر اليوم وعلى متنها رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم واللاعبين والطاقم التقني والمدرب، وبدا مصطفى حجي مساعد مدرب المنتخب الوطني غاضبا ومتوترا لحظة وصول الفريق إلى مطار الرباط سلا في الساعات الأولى من صباح اليوم. وتعامل حجي الذي تعرض لانتقادات ومطالب واسعة بتقديم استقالته من الطاقم التقني للمنتخب متوترا، ورفض حجي الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام التي كانت تنتظر أعضاء المنتخب الوطني. حجي خويا هذه 5 الصباح هذه حرا وصلنا لعز واخا احترموا شتي واخا 5 الصباح هذا باش نهضروا معكم ماشي بالوقت وين كي راك عاود تصيح حجي ماشي بعفوا ولا والله انت غير 5 الصباح هذا الناس عليها حتى حنا عرفوا حجي الله لا عرفوا خير